ده مش هديم كارتيكا وينج فوتبول النهارده هنلعب بي 17 مع صديقنا عبد الله. ف ان شاء الله الماتش هيعجبكم جدا. لو انت مش مشترك ممكن اشترك. فاللي بيشجعوني كانوا يكتبوني في يكتبولي في التعليقات، واللي كانوا بيشجعوا عبد الله يكتبوا في التعليق. دلوقتي احنا داخلين هتلعب مين؟ هلعب ببرشلونه. الله عليك. وانا هلعب بريال مدريد. فيا جماعه وانا هلعب بريال. خلاص انا برشلونه. العب روح انت فاني حته انا دي ماشي. فيا جماعه زي ما قال يلا اختار. هتلاقي في الاسبانيش ليج، فهي دي الاسبانيش ليج برشلونه. هات بقى انت كده يا ابني. هتجيب مين؟ عايز ريال. ما تجيب ريال في الاسبانيش ليج. هتلاقيها دلوقتي حالا. طب يا جماعه نرجع لكم بعد ما نسمع الماتش. طب يا جماعه وبدا اللقاء بين فريق ريال مدريد وبرشلونه. والتمريره لكازيميرو. كازيميرو عدل وصلت الى انيستا، لكن التمريره مره اخرى الى داني كارفاخال. يلعب بالنار اختلا كرة التسديده وصلت الى داني سيلفا. داني الى بيكي. ماذا يفعل؟ حرام عليك يا بيكي. لعب بالنار بيكي. ما معظم هذا التاكلينج اليوم. التاكلينج اليوم رونالدو. جول 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 جول. عبد الله يسجل الهدف الاول من نصيب فريق برشلونه. يفجر الملعب في اول كام دقيقه؟ في اول ما اعرفش. دوس يا ابن انجز. في اول خمس دقائق يفجر فريق. طب يا جماعه عشان انا مش بعرف العبها اصلا، انا بلعبها لاني بيس 18 بايظه عندي. ان شاء الله يا جماعه الفيديو الجاي بقى عن بيس 18 ان شاء الله اذا نزلت. خطيره خطيره خطيره. وباسكيت. يلعب بالنار. تمريره ليست بالامكان مهما حصل كان ملك الزمان. واختيره وصلت الكوره وتمريره. وشنو ذلك التمريره؟ خطيره. شنو ذلك يا عبد الله؟ جول جول جول. الله ما روعتك يا برشلونه. يعاد سواريز. يعاود سواريز الماتش. ماذا ياكل النفس؟ ماذا تفعل في هذا الماتش؟ وجول. شنو ذلك يا سلام؟ والتمريرة خطيرة. وصلت الكرة إلى داني كارفاخال. وفا ويل. بتصور منين؟ من دي. تفضل تدايس عليها. دايسة واحدة. ويكا سيرجيو راموس. والدقيقة 1-1. معلش يا جماعة الدقيقة 11. والتمريرة وصلت إلى سواريز. يسيء التصرف. سواريز الى ميسي. ليو يلعب بالنار. ارتو بابا 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 بابا. خطيره يا ميسي. حلو ميسي. كنت الى مارسيلو. خطيره كريستيانو. رونالدو. عاد وامكانية الهروب. خطيرة والدفاع بيكي. راكيتيتش. خطيرة يا راكيتيتش. خطيرة توني كروس. واختيرة رونالدو. خطيرة تمريرة وصلت إلى ميسي. تمريرة إلى سواريز. يلمو وامكانية الهروب. اختير الكرة. جول. 2-1. 2-1 يا سادة لفريق ال برشلونة. واليوم يعاني قصدي الريال اليوم يعاني. اختير يا برشلونة. اختير تمريرة وسط. اختير كورة. والمس الكرة خطيرة. وصلت الكرة إلى رونالدو. جول ليه؟ تير شتاجن. بنزيما. أنا متعود إن بنزيما أول ما يلحق الجول يضيع. متعود عشان كده بسيبه عادي.
والكورة توني كروس على لعبة ركنية خطيرة خطيرة ويلعب بالنار واختيرة لا 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 حرام إدارة أزمة إدارة أزمة من النار إدارة أزمة كومبار لا يفعل إلا السوى النار خطيرة عمل مرسلو شنو زيك هل صدام؟ ورينا 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 خطيرة 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 ويسدد 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 بوم ايه ده حارس ما تسيبها للاوت احسن وخلاص يعني كان ايه لازمتها الركنية دي العب يا عبد الله انا عمال اعوض بالبيه انا عمال اعوض واختارها خلي عرض مرة الثانية اختار وين الدفاع لبرشلونة وسط الكورة ايه لسواريز واحد على واحد بل واحد على اربعة لكن سوف يعدي سوف يعدي ليه ما يعديش ما يعديش من مارسيلو مارسيلو وسط اختيره كورة اختيره كورة والله والله اختيره اختيره والله كورة جول 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 يا نيمار يا كبير يا نيمار يا خطير ضيعت فرصة من نار يا نيمار وراك لا ركنية اختير التمريرة من نيمار نيمار يلعب بالنار بالراس بالراس والتسديدة شنو ذلك شنو ذلك يا سادة تسديدة من نار لحد الدمار نيمار يفجر جولاسو تمريرة اختيرة وسطت إلى مارسيلو يا سيلو وسط اختيرة كورة اختير الكورة اختير الكورة اختير الكورة خلي بالك سوف يسجل قول لي في العارضة شنو ذلك يا سادة عارضة عرضاله شنو والله عارضة من حظي لكن ليس حظ عبد الله وفا ولد يا عبد الله كان اديني تاكلين جامد وفاويل سواريز كورة خطيرة لليو ليو يلعب بالنار بملك الدمار في تسديد الفويلات ايه ده انت شفت اللي حصل دلوقتي ده التسديدة دي ولا ايه بالظبط ولا ليو ده ولا ايه بالظبط لا اختير الهجمة المرتدة جول لا الحارس والله حارس ممتاز والله حارس متنكي مرتدي يا سلام والله رايع ورك لركنية لبرسا برسا يلعب بالنار ركنية جول والتصويبة وزد الكرة لتوني كروس يلعب بالنار ووزد الكرة مني ما يهدر فرصة كبيرة وزد الكرة مني ما مرة أخرى لكن اتقطعت وخطيرة كورة جول شنو ذلك والتسديدة وإهدار أنا مزاجية لفريقي برشلونة والله إدارة من نجم فريق برشلونة واختير سواريز خطيرة والله اختيرة كورة تمريرة اختيرة والله مرهب ليو يعدي وكلية الأوروبا التسديدة ولكن إدارة كبيرة من ليو يقدر فرصة والدقيقة 43 وعلى وشك انتهاء الشوط الأول بمقياس الرسم واختير جارس بيه غير الى كروس يا كروس واضرب بورش جولاسو صفر حق وانت الشوط الاول وخطيره يا سيرين والراسه يا مارشالو خطيره راكتيتش خطيره تبريره وصلت الى ميسي وصلت الى ميسي ليو بالامكان افضل من مكان ما هذا العرض هذا عرضه لا يعقل
ممكن عليهم بوم. شنو ذلك؟ والله إدارة نموذجية مليون ميسي الصدام. طب ليه ماسك رانو يلعب بالنار؟ لا يلعب يلعب اختير كورة. ولا نيمار ملك الدمار الدمار الشمل. طب ليه شنو ذلك يا سادة؟ والله 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 اليوم لو يسجلوا الهدف الثالث. تسخينة عظمة عظمة على عظمة يا ليو. ليو ينفجر ينفجر ما في الملعب ينفجر بالنار. تمريرة اختيرة من سواريز والتزويبة الجول في التسعين لم يحطاله وفي الجول يحطاله والشباك مداني. كازميرو كازميرو على من يا حاكم؟ حكم السادة يقول على برشلونة ما طلعت الكورة. اختيرة اختيرة ما هذا؟ وتمرير اختيرة واسطة يا سلام يا ميسي. ليو التمرير والاروع والاروع يا سواريز والرابع رابع. اقفل الزفت ده اقفل الزفت ده. ايه ده يا عم ايه ده؟ اقفل الزفت ده. انت عارف بتضغط منين؟ لا عارف بتضغط شتيت على الكره. ليه خطيره داني ألفيس طايح على جونك ده جولك انت وايه اللي رايح على جولي؟ انت بزيت تطلع جبال افضل دايس عليه وانت هتقطع. انا بعمل كده عشان اقطعها منك. جاريس بول ألفيس يا سلام. طب ريد اختير وقت الى اليوم اليوم هو اللي كل ما تعود يدخل عليه. ايه دي يا ليو؟ وهذا يا ليو هل تلعب مع مان يا ليو؟ هل تلعب مع الترجي يا ليو؟ ام هذا يا ليو؟ لا افهمك يا ليو. ما انت يا ليو لا افهم ما انت يا ليو. ليو خطيرة الى جاريس بول خطيرة يلعب نار لكن بدي ما يهدر فرصة عمره. خطيرة كريستيانو يلعب نار بالنار جول والثاني الثاني واربع سنين بين الملوك والملوك ملوك العالم. لو عايز اجيبك اجيبك جيب براحتك. لو عايز اجيب اكتر منك هديه. يا جماعه اللي بيشجعني يكتب في التعليقات واللي بيشجع عبد الله برضه يكتب في التعليقات. هو بدل و 4 سنين ما زال لك 4 سنين وتمرير اختيرة وفاول ووصلت الى ليو واحد على واحد ينتصر بالثاني ويجول. لا 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 بوم. ديدي بابا عليا وبالفعل خطيرة بالرأس. حلوة يا اليوم والله يا اليوم ما روعتك اليوم. بابا 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 الجول في العرض اختيرة شاهد ما روعة الكورة يا ليو. ثاني عرض اليوم يا ليو عرضة له بوم. شنو زال بعد ما تدعي لعب لعبة تانية نكمل لعبة الضلمة يا عزيزي المناخ دي تسوق منه باتمان واختروا بابا بابا جول. ليه وصلت لليوم اليوم مرة أخرى ليو والمشاكل ما زالت لليو. ليو يسدد والعب بالنار وإذا إلى رونالدو عاد وإمكانية الهروب لرونالدو ستطلع إلى الخارج. ده ما يطلعش رونالدو على برشلونة. تكسبني؟
انا عاوز اطلعها عشان تستفيد. واختير انا كيف تيتش دام ريرا. يا سلام هنا ميسي. ميسي والمشاكل، ميسي ومعه يزيد المشاكل ومع سواريز بالمشاكل ومع الفريق برشلونه وعبد الرحمن يزيد المشاكل على الريال. مروعة الريال اليوم يا ابني، ما تنزلش رجلي اهو تاني. شغل دراعك يا ابني، شغل دوقتك. و كازيميرو 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 كازيميرو. واخر 10 دقائق، اخر 10 دقائق. وتمريرا واختيار اليوم، اليوم الريال ليس في حالته الطبيعيه. والتصويبه اختيار، والتصويبه لا اختيار. والله والله الكوره، والله والله قول لا في الجول هذه يا ساده. مروعتك اليوم يا برشلونه، 5-1 كثير، 5-1 كثير. ايه ده 5-2؟ 5-2 لكن هيبقى 6 دلوقتي، والسادس كثير. انا سيب وصلك 6-2 يا سادة. بصراحة لو ده مين اللي هيشجع ده؟ انا سيب وصلك. لا خلاص العب بقى يا عم انجز. ليش حتى لو تدخل بدا بدا لوحده حلو. ودي رو بيرو بيرو بيرو. عندك العاب يدويه؟ استنى استنى اختيرا والله اختيرا. عندك العاب يدويه؟ ايه ده بس 6 سلاسة. عندك العاب يدويه؟ فاركس لسه ده. وقف 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 بس. لا استنى بس، استنى بس نكمل الفيديو. بهزيمة الفرعون المصري 6 سلاسة كسيب، 6 سلاسة كسيب. اذا كنت تضربها والعب بالنار. واخر شوطة لنهي الماتش بنيمار، واخر تسديد على المرمى. وإذا شوطة بنفس الطريق اليو يا ليو يا سادة باو. وطوح بقى طوح خلاص. أو لا لسه، بس أنا لسه 3 دقايق، بس لسه 3 minutes. اختيرة 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 يا سادة، اختيرة يا سادة. لا لا ويلعب اختيرة الكورة. اختيرة وبيمنها الماتش. استنى بس يا جماعة، يا رب يكون الماتش عجبكم زي ما قلت لكم. اللي كان بيشجعني اكتب في التعليقات، واللي كان بيشجع عبد الله اكتب في التعليقات. 6-3 خلص الماتش. يا رب يكون الفيديو عجبكم. الى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم جيمنج فوتبول.